اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بنرجع لجذور واصاله المطبخ المصري. القلقاس بالنعم ربنا على الانسان سبحانه وتعالى بيجي في ايام الشتاء ويحلو. في خضروات كتيره بنشوفها في ايام الشتاء بيبقى لها شكل تاني ولها رونق تاني في خضرها وجمالها وكمان قيمتها الغذائيه العاليه جدا. القلقاس النهارده عامله بطريقه الخاصه مع لحمه مفرومه، هنشوف نعمله مع بعض ازاي ودي طريقه جديده. طبعا امهاتنا شطار في عمايله فاحنا النهارده هنجتهد ونعمله بالطشه، نشوف هنعمله مع بعض ازاي. معايا كمان الرقاق او الخبز المرجوج او بيسموه في الاردن خبز الشراك، هنعمله النهارده فطيره حلوه بالجبنه القريش خير الريف المصري والصعيد المصري. احنا عارفين الجبنه القريش معروفه طبعا في كل الاماكن، ولكن استخدامنا ليها لازم يكون باستخدام تكنيك عالي. الجبنة القريش الملح بتاعها نتحكم فيه، نقدر نعملها في البيت نصنعها، ولكن لما ندخلها مع تشكيلة من الخضار وخاصة عروق البصل الأخضر مع الجبنة القريش فطيرة لطيفة. البيض هنا بروتين حيواني هيشارك في الموضوع، أصبح أن الفطيرة دي قيمتها الغذائية عالية جدا. معانا الحلو الجميل للأطفال الحلوين الشوكولا. الشوكولا بتعلي المود وبتعلي أوميجا 3 وبتخلينا نركز كويس، وإحنا محتاجين نركز في دروسنا، فعشان نبقوا شطار هنعمل كاسات الشوكولا بالبسكويت، نشوفوا نعمله مع بعض إزاي. وده حلو طفولي، أحلى حاجة لما نرجع لأيام الطفولة وناكل الحلويات اللطيفة البسيطة السهلة. أنا هخش في تفاصيل كتيرة في الحلقة بتاعتي لأن معايا أكلة مصرية أصيلة، القلقاس بالطشة، هل هي سلق ولا كزبرة خضراء؟ التفاصيل هنشوفها إن شاء الله بعد الفاصل. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، والصورة الحلوة دايما تتحدث عن نفسها على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. الماتيريال بتاعنا في متناول الجميع، الشتاء قلنا بيجي بخيره وببركته، معانا قلقاس بيظهر في الشتاء بيبقى له طعم، هنشوف نعمله مع بعض ازاي بالطشة وبطريقة مميزة. دايما القلقاس بيحب الشوربة الدسمة، شوربة لحمة، شوربة بط، شوربة فراخ، ونعمل بيه القلقاس، وطبعا أفضلهم شوربة اللحمة. بس الطريقة اللي هشتغل بيها القلقاس النهاردة طريقة جديدة شوية. بهديها لكبار السن والاطفال، بما ان القلقاس مفيد جدا ومفيد للامعاء والجهاز الهضمي والالياف بتاعته، وطبعا طعمه طعم زي اللحمه، فمفيش حاجه تشاركه غير بطريقه جديده. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. معانا قلقاس اتقطع زي الفل، المقادير على الشاشه، ومعانا قلقاس سليم، ويفضل غسيل القلقاس جيدا قبل تقطيعه عشان ما تحطوش على البلانشه يبقى فيه رمله. ومعانا لحمه مفرومه، ومعانا بصل وتوم، توم طازه كتير، ومعانا سلق خضار القلقاس سلق النهارده اهو معانا. ممكن تخضريه بسبانخ، ممكن تخضريه بكزبره خضراء زي ما انت حابه. هنشوف ما هنعمله مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله. ولكن قبل كل حاجه معانا مشكله في القلقاس، وانا واجهتها بصراحه. يعني كنت معزوم في مره فلقيت القلقاس وانا بشرب الشوربه الاقي فيه رمله. طبعا الست تعبانه عليه وجايبه لحمه وسلقه وزي الفل. هي المشكله بتيجي منين؟ اتكلموا معايا عشان انا بس بجد والله العظيم المعلومه بقولها من قلب لحضراتكم، والكلام ده بيحصل. وانت بتسمعيني دلوقتي هتقولي فعلا ده بيحصل. القلقاس بنشتريه من عند الراجل الفكهاني مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري. القلقاس ده انا بحبه جدا على فكره، وبعمله سلطه بتبقى لطيفه وجميله، واعمله بوريه زي البطاطس بالظبط، حاجه جميله وزي الفل. القلقاس القلقاس ده والله يا شفيق عايز اقول لك انا بعشقه. القلقاس ده على فكره ممكن تخزنيه، بتقشريه، وبعد ما تقشريه بتحطيه في حمام ماي، ميه بليمون وذره ملح صغيره، وتصفيه كويس وتبرديه وتحطيه في اكياس في الثلاجه. اعمليه شوربه بقى، تعمليه بوريه، يتعمل ايس كريم. القلقاس ممكن يخش في دور الفواكه زي ما انت عايز. ولكن يا عم اشرف خليك معايا شويه والنبي عشان استاذ رحاب. استاذ اشرف ما ينفعش ان انا ما اردش عليك، بس اسمعني عشان المعلومه ديت. القلقاس ده قبل ما اشتغل فيه يتغسل كويس جيدا،
وتقشريه بعيد عن البلانشة. الحاجات اللي بقولها دي تفاصيل صغيرة بتلاتة تعريفة زي ما بيقولوا، ولكن مهمة جدا. قشري القلقاس بعيد عن الايه البلانشة، والسكينة اللي تقشري بيها ما تقطعيش بيها، هيبقى فيها رملة وطينة نتيجة القلقاس، لأنه من الدرنيات زيه زي الجنزبيل زي البصل زي البطاطس زي الكرنب، دي اسمها درنيات بتنزل جوه جذور الأرض، فلازم تتقشر بعيد عن الطبق. وانا قشرته في طبق بعيد خالص، والقلقاسات اللي هنا اهي ما فيهاش لا رمله ولا فيها طينه ولا اي حاجه، زي ما هي كده اهي. نقشر التانيه مع بعض تاني اهو. طبعا هتقول لي يا شيف مغاز انت راجل مهني وايدك واخده على السكينه والجو ده كله، هقول لك على طريقه تانية. هتحط الحبات القلقاس كده، مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين، اهي حبات القلقاس زي ما هي كده اهو، ونجيب السكينه كده اهو، شفت انا بعمل ايه اهو. كأنك بتقشري ايه مثلا ايه، بتعملي بطيخه كده تعملها بشكل حلو، او حبايه اناناس او كنتالوب اهو. المنطقه اللي بنقشر فيها دي طبعا ما ينفعش تقطعي عليها القلقاس اهو، ده لو انت مش عايزاها تمسكيها بايدك كبيره اهو، شفت الرمله والطينه اللي نزلت اهو اهو، مهما تغسلي فيها هيبقى فيها اثار اهو. اهم حاجه الخطوه اللي انا بقولها دي، اما اعمال القلقاس سهله جدا اتعلمناها من امهاتنا اهو، شفت ازاي من غير ما امسكها في ايدي خالص قشرتها وطلعت معايا زي الفل. ادي حبات القلقاس يا عم الشيف زي الفل تمام. هنخليهم كده على جنب ونشيل كل ده من هنا، وزي ما قلت لحضراتكم مش هقطع على الخشبه اللي انا قشرت بيها ولا السكينه اللي انا قطعت بيها، كل ده هيتشال ورا معايا. ده اللي يهمني في المعلومه الغير معلومه لاستخدامنا للقلقاس. هناخد الحبتين القلقاس نخليهم معانا كده، وتعالوا مع بعض نعمل ازاي القلقاس. طبعا احنا مقشرينه وجاهز معانا زي الفل، ونشيل البلانشة دي بالرملة بتاعتها والطينة اهو زي الفل تمام. تعالوا مع بعض نعمله. طاسة على النار او حلة على النار زي الفل، بحط فيها معلقة سمنة حلوة، طبعا لازم يكون عندك شوية شوربة حلوين. ادي معلقة السمنة زي الفل، معاها معلقة زيت صغيرة، اللهم صل على النبي، ونارك شديدة يا عم الشيف. تليفوناتنا على الشاشة للتواصل مع حضراتكم، اللي عنده سؤال احنا جاهزين. نعلي النار هنا شوية كده حلو، ونغير الجلافز بتاعنا ده عشان مسكنا القلقاس وهو فيه رملة. شفت التفاصيل الصغيرة دي مهمة جدا اللي انا هبدأ بيها دلوقتي اهو. حطيت السمنة، حطيت بصلاية حلوة وفص توم، وحمر البصلاية مع التومة ولاد عم اهو حلوه، واخليهم على النار كده. بس يكون عندك يا ست الكل شويه شوربه حلوين لهم شخصيتهم. يعني ايه يا شيف؟ شوربه فراخ، شوربه لحمه، حلو الكلام. عندنا شوربه سابقه هي موجوده على النار اهي، معانا جزر ومعانا كرفس ومعانا بصل ومعانا توم، وكان عندنا شوربه في الثلاجه طلعناها اهي. الشوربه دي انا عايزها، خلي بالك دي مهمه جدا على فكره. خلي الشوكولاته دي بره، حلو الكلام. واحده واحده مع بعض ونقلب كده البصلايه مع التومه واحنا بنشتغل مع بعض. عايز القلقاس يا عم الشيف ما يكونش فيه الماده المخاطيه، نعمل ايه؟ عم اشرف بتاع اسكندريه الراجل الطيب الاسكندراني الحلو اللي انا بحبه قال لك نغسله بميه ساقعه ولا بميه سخنه؟ لا ده ولا ده. القلقاس معايا اهوت، انا قشرته وغسلته وهو سليم زي ما هي كده. حبايبي بس اللي بيتابعوني واحده واحده عشان ما كملتش المعلومه هنا، انا قشرت القلقاس، بعد ما بقشره بغسله بميه، بغسله بميه من الحنفيه عاديه خالص، وانشفه بمنديل ورقي، المناديل دي كده اهي اهي، بلاش لا ده ولا ده، بل المنديل ده ميه وامسحيه بيها اهو، عشان ما يبقاش ملزق في ايدك اهو، زي كده بس اهو. الرمله هتيجي منين؟ احنا بس عشان نعرف المشاكل بتيجي منين، الرمله هتيجي منين؟ الطينه اللي هو كان فيها هتيجي منين؟ اهو حبيت القلقاس في ايدي اهي، كلها نيه اهو، ما فيش نضيف زي الفل اهو، هو ده اهو اهو، على عينك يا تاجر اهو اهو اهو. هي الخطوة الأهم يا أختي يا خالتي يا أمي يا عمتي يا كل زوجة بتشوفيني دلوقتي، إنك تغسلي الحبات القلقاس قبل ما تستخدميها بليفة كده، وتغسليها كويس وما يكونش فيها لا طينة ولا رملة. غسلتها حلو مفيش مشاكل هتواجه الترابيزة معايا اهي، كاونتر أقطعها مش مفيش ما يتغسلش خالص، هيتغسل من إيه؟ خلاص زي الفل، هخليها زي ما هي كده وأنقطعها مع بعض. بس خلونا أكسب وقت، هننزل بالقلقاس بتاعنا أهو 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 أهو، خلص القلقاس أهو اهو، واشوحه مع البصله والتومه، ياخد طعم البصله والتومه اهو اهو اهو. دي طريقه جربيها، ونقلب كده الله، وبيتقلب كده على النار، بنحط فيه شويه بهارات حلوين. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ده قلقاس ولا لحمه كندوز ولا ايه بالظبط؟ قول لي ده ايه؟ بيفكرني
بحاجه مشهوره جدا في الخليج اسمها الفجع او الكماء. حلو، دي طبعا مشهوره في الخليج، تتعمل مع كبسه وتتعمل زي البطاطا الحاره، بتطلع كده من بطن الارض لطيفه وجميله، سعرها غالي شويه، اسمه الفجع او الكماء. ده معروفه طبعا قيمتها الغذائيه عاليه جدا، ولحمها طري ولطيف. هو نفس الطعم على ما اعتقد، ونفس الفصيله من درنيات من الارضيه، ولاد عم يعني، قيمته الغذائيه عاليه جدا، اللي هو القلقاس. ونقلبها كده مع البصله والثوم. حلو، دي واحده بتعمل ايه هنا؟ نزلك كده زي الفل، تمام. اللهم صل على النبي. دي الخطوه، بننزل بشويه بهارات حلوين. اللهم صل على النبي. شويه بابريكا حلوين كده، شويه كمون حلوين، واقلبهم كده، الملح والفلفل بتاعنا. اللهم صل على النبي. هتقولي لي الطشه فين؟ اصبر على رزقك. ونسيب القلقاس يا عم الشيف في قلب الحله دي كده، اهو بالشكل ده كده، اهو اهو الله. التقليبه دي مهمه جدا، لا زفاره هتلاقي ولا ماده لزجه هتلاقيها. ده تتاكليه سلطه كده على فكره، زي البطاطا الحاره. زي ما هو كده، لو سبتيه يستوي شويه هتحط عليه عصره ليمون وزيت زيتون، احلى طبق مقبلات واحنا شغالين مع بعض. ده القلقاس. اللهم صل على النبي. قلب يا عم الشيف، قلب يا طيب. حلو قوي. هعمل ايه يا عم الشيف؟ زي ما هو كده بحط له شقشاء شوربه، الشوربه بتاعتنا الحلوه اهي، نسحب دي كده بره. اللهم صل على النبي. يلا ننزل بالشوربه بتاعتنا اهي، الشوربه اهي. الله. خلص الناس، شويه شوربه زي الفل، اشقشقه كده. هسه ميه مغليه او شوربه مغليه. مطلوب مني دلوقتي بقى التركيه بتاعت المغازي، ازاي اللحمه المفرومه هتشارك مع القلقاس. بسيطه خالص، معايا شويه لحمه مفرومين، شفت القلقاس؟ الله، كمان شويه شوربه عشان نعمل الخضره بتاعته ونضيفها بعدين. حاضر عيني. طيب هنخليها زي ما هي كده، ومطلوب مني اطلع فاصل، ولكن لازم تعرفوا انا هعمل ايه. اللحمه المفرومه دي هعملها داوود باشا، داوود باشا، وهدخلها الفرن تستوي، تطلع من الفرن اسقطها في قلب القلقاس مع الطشه بتاعته. سيبوني اطلع فاصل عشان اعمل داوود باشا، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره بتاخدنا على طريق النجاح. وهو باب المغاره وباب النعيم بيبدا بمفتاح، كل حاجه لها مفتاح، سر السعاده له مفتاح، فين؟ المطبخ، وهكذا. احنا مع بعض القلقاس تشويحته مع البصله والتومه وحطيناه في الشوربه بتاعته كده، بتحضر جاهز. قول لي يا مغازي، عايزني حمراء ولا بيضاء؟ عايزني بالخضره ولا بالطماطم؟ وهكذا. ده ما بياخدش سوى كتير، تسويته أسرع من البطاطس على فكرة، القلقاس بيستوي أسرع من البطاطس، هو جاهز كده معايا. داوود باشا معانا عملنا بطريقة مختلفة شوية، اللي هي اللحمة المفرومة تبلناها، بصلاية ناعمة، تومة ناعمة، البهارات بتاعتك من بركة إيدك، حطيناهم مع بعض، معلقة زيت زيتون، معلقة سمنة، حطيناهم في قلب صينية وهندخلهم الفرن. اللهم صل على النبي، على الشبكة. أنا عايز اللحمة دي تستوي، إيه السر هنا بقى؟ واحدة بس خطوة، أنا هاخد البيون والبهريز والبركة والحاجة الحلوة اللي هتنزل من اللحمة والفلفل، حلو الكلام، بعد تعصيقة اللحمة هاخده أعمل بيه طشة القلقاس. شفت المطبخ رايح على فين؟ رايح على حتة إبداعية، رؤية فنية، سهولة، مرونة، وهكذا. هندخله النار. زي الفل. القلقاس انتوا شفتوا حضراتكم طبعا كلام الحاجة على عيني وعلى راسي، أنا استخدامنا للقلقاس، أنا واحدة واحدة طلعت بالقلقاس زي ما هي، قشرتها بشهادة المخرج والكاميرا الحلوة. بعد ما قشرتها ركنت القشرة على جنب، مسحتها بمنديل، بلته ميه، ولا راحت عند الحنفيه ولا اي حاجه، قطعت القلقاس معانا بالشكل ده.
زي الفل بيتدخل على النار. هناخد القلقاس دلوقتي نعرفه بالمغرب. هي الموضوع بسيط يعني، عايز بس ايه ناخد الموضوع ببساطه. في ماده لزجه هنا، اهم حاجه التشويحه مع البصله والتومه. اللزوجه اللي فيه نزلت امتصتها الحله بتاعتنا ودرجه الحراره بتاعت هو مستني الطشه دلوقتي. تعالوا نعمل الطشه مع بعض. هناخده نركده على نار ايه هاديه، هو استوى خلاص. نعمل الخضره بتاعته اللي ست الكل قالت عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشيل دي من هنا كده، يلا عشان عندنا شغل كتير. وهناخد الطاسه دي كده ونعمل الطشه بتاعت الايه القلقاس. معانا سلق، اللهم صل على النبي، ومعانا كزبره خضراء زي ما ست الحاجه قالت، ومعانا طبعا ايه شويه شبت صغيرين. ونقطع القلقاس السلق ده كده. تعالى يا عم القلقاس السلق تحت السكينه. هو ده. مفروم ناعم كده، بعد كده هنضرب في الخلاط. خلي بالكم بس عشان تستوي بسرعه الخضره بتاعته. القلقاس مدرسه، كل ام هتعمله بطعم، وكل ست بيت هيطلع من ايديها زي الحلاوه. اهم حاجه التركايه بتاعت ان ازاي اتخلص من الماده اللزجه اللي هي برده مفيده وقيمتها الغذائيه عاليه جدا. ادي السلق بتاعنا قطعناه، نخليه على جنب كده. اللهم صل على فكره ممكن يتاكل سلطه زي ما هو كده، زيت زيتون، فص توم ني، رشه ملح صغيره، واحلى سلطه اللي هو السلق ده كده. زي ما هو كده هيبان على الشاشه دلوقتي. حلو الكلام، خلصنا من السلق. طاسه على النار ونحط فيها معلقه سمنه حلوه. اللهم صل على النبي. وتعالوا مع بعض نعمل الايه الخضره بتاعت القلقاس. معلقه سمنه صغيره، معلقه زيت زيتون صغيره. حلو زي الفل يا عم الشيف. ايه الاخبار، نارك شديده؟ حلو الكلام. فص توم حلو، حلو. مستنى على التومه شويه لما تتحمر. اللهم صل على النبي اهو. طبعا في فرصه هنا معايا ان اللحمه بتستوي في الفرن عشان اخد البيون بتاعها والبهريز بتاعها والفليفر بتاعها يشارك مع طشه وخضره القلقاس. هنسيب التومه كده تدي دي لون. يلا يا حلوه، على ما التومه تتحمر معانا عشان نكسب وقتنا، تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمل فطيره الجبنه القريش بالخضره. هنشوف نعمله مع بعض ازاي، بخبز المرجوج او بخبز الشراك او بالخبز العربي بديل للرقاق. ده رقاق بس برقاق بطريقه تانية، عشان لو مش عندك الرقاق تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي. العيش بتاعنا اللطيف الحلو ده كده اهو زي الفل، انا هعملها بطريقه جديده النهارده. معايا جبنه قريش، معايا خضره فلفله ملونه، بصل وتوم وبقدونس وشبت. الرقاق اهو، اللهم صل على النبي. حلو، جبنه قريش ورقاق زي الفل. هننزل بيه كده ونخليه على جنب. طيب نشوف التوم اخبارها ايه. عينك على التومه بتاعت القلقاس، عينك على التومه بتاعت طشه الملوخيه، عينك على التومه بتاعت طشه الفته. لو خدت الاحمرار اكتر من اللازم بتمرر لك الطشه بتاعتنا. هننزل بالسلق بتاعنا الله. ونسيبه على النار كده عشان ده هينضرب بعدين. حلو زي الفل. ونشتغل في الرواق بتاعنا على السلق ده ما يستوي شويه. نعم يا غالي، والله سبانخ لا، يعني السبانخ هتخطف الطعم. هو السلق طبعا افضل خضره مع الكزبره الخضراء والشبت للقلقاس، اما السبانخ انا ما بحبذهاش قوي. السبانخ ممكن ناكلها باللحمه المفرومه عادي. طيب ناخد الجبنه القريش بتاعتنا ونهرس ده كله مع بعضه عشان نشتغل في الطبق الثاني بتاعنا على اللحمه بتاعتنا ما تستوي، عشان ناخد الخضر البهريز بتاعها. ادي الفليفله الملونه، حلوه كده الصوره يا شباب معاكم. زيزو زي الفل. دي الخضره تمام، نقلبها مع الجبنه القريش بتاعتي. حلو قوي، هعمل فطيره كده هتعجبك قوي على فكره. انا مسميها فطيره خير الريف المصري والصعيد المصري اللي انا بعشقه، الصعيد الجميل. بقدونس ناعم لسه 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 لسه، هو ده اللي هو ده. بصل اخضر، بصل اخضر، بصل اخضر شفتوا؟ وقعوا البصل، هو ده بصل اخضر
بصل الاخضر الجميل الحلو الموسم بتاعه، استغل كل وقت وكل ثانيه وكل دقيقه متواجد فيها البصل الاخضر والخس البلدي بتاعنا. مش موجود بالطعم ده في بقعه من كل بقع الارض غير في مصر من الدنيا. هناخد شويه خضره هنا كده العب وناخد بقيه الخضره هنا اللهم صل على النبي. طيب حطينا كده زي الفل. معانا يا عم الشيف بيض تمام زي الفل. 1 2 3 حلو اهو. ناخد دول كده زي ما هم ونقلبهم مع بعض. الخضره الجميله مع الجبنه القريش، وجود البيض هنا التماسك والقوه كله مع بعضه اهو. شفت الخضار مع الجبنه القريش بيتكلم مصر ازاي اهو. مش هتحطيش ملح، خلي بالك اوعى تحط ملح، حط شويه كمون شويه كمون اهو، شويه بابريكا اهي زي الفل. ونقلب دول مع بعض وناخد يا عم الشيف بقى كله منتظر الشيف هيجيب عجينه جلاش، عجينه رقاق من على الناصيه بتاع الكنافه. لا خالص، معانا العيش الجميل الحلو بتاعنا هنخلي الخلطه الحلوه دي كده ونجيب الكسرولة بتاعتنا اللطيفة اهي. اللهم صل على النبي. تعالي يا حلوة، مكانها هنا حلوة عشان الأستاذ الأستاذة المصورين حبايبي اهو. اللهم صل على النبي. معايا سمنة بلدي مجهزة ومحضرة، باخد شوية سمنة بلدي هنا كده في أرضية الكسرولة. ركزي بقى في الخطوة اللي جاية دي كده اهو زي الفل، وأخليها على جنب حلو، وأجيب الرقاق الحلو ده كده اهو. اللهم صل على النبي. تعالى يا بطل، عايزه تعملي مسخن تستخدمي العيش ده، عايزه تعملي سندوتش شاورما تعملي تستخدمي العيش ده، عايزه تعملي سندوتش فلافل تستخدمي العيش ده وده موجود اخواننا السوريين بنوجه لهم تحيه كبيره، متواجد بكثره. نيجي على الاطراف دي كده، العب ونشكل كده الاطراف دي كده هو ده، وناخد دول مش عايزهم ونيجي هنا بالشكل ده كده اهو على ثلاثة تمام هو ده كده اهو. ايه الفكرة هنا يا شيف؟ يلا صلي على الحبيب بقى قلبك يطيب حلو قوي. ايه الحلاوة دي يا ام غازي؟ ايه الجمال ده؟ بتجيب الأفكار دي منين يا واد؟ حلو، قرصها حلوة كده تمام واخد يا عم الشيف الخلطه اللطيفه الحلوه دي كده وانزل بيها شويه حلو قوي على ثلاث مراحل كانك بتعملي لازانيا. وجود البيض هنا عامل مهم جدا، الترابط والقوه، الخضار عينيه هو ده الكلام ده، عشان لما نيجي نقطعها بالسكينه. سؤال جدا الاستاذ المخرج ساله لي، العيش ده قاسي شويه غير الرقاق غير عجينه الجلاش شفت ازاي وبعدين الطبقات دي انا هعمل خلطه دلوقتي هتنزل ما بين العيش وبعضه طبعا. اللهم صل على النبي. ونحط كده توزيع. انا بديك الفكره طبعا وانت واقفه في المطبخ احسن مني بكتير، هتقفي بقى اللي معكيش مخرج وهيسالك اسئله كتيره وعايز يشوف الاخر والجو ده انت معكيش حد شفت اللازانيا واللقمه على قد الصينيه سبحان الله حلو. وناخد بقيه الخضره معاها بيض معاها جبنه قريش معاها فلفله ملونه معاها بقدونس ناعم معاها عروق البصل الاخضر، قيمه غذائيه عاليه جدا فيها بروتين فيها خضروات فيها فيتامين سي فيها بصل ينشط الدوره الدمويه هناخد كل ده يا عم الشيف سريعا كده عينيه. انا عايز بس اجيب اللحمه من الفرن عشان لينا واقفه معاها في لحمه داوود باشا في الفرن، انا عايز الشوربه بتاعتها اخد العجينه بتاعتي دي كده تاني اللهم صل على النبي كده كده يا عم الشيف الله عليك الله عليك وعلى والديك. ناخد الحته دي نصين نحطها هنا كده
ودي هنا كده، اللهم صل على النبي، ونجيب بوله صغيره كده. الله، يلا يا عم الشيف، معانا من المقادير، ركزوا معايا بقى، شويه سمنه بلدي اهو. الله، حلو. بنحط على السمنه دي يا عم الشيف شويه حليب. الله، تسلم ايدك يا عم الشيف. مع البهارات بتاعتنا، شويه ملح، شويه فلفل لطاف كده اهو، شويه سماق مش هيقول لا، بابريكا حلوه، فص ثوم محترم، بصلايه ناعمه حلوه، شويه بقدونس حلوين. وناخد الخليط ده يا عم الشيف كله مع بعضه كده بمضرب، عايزك في المطبخ شطوره زي كده اه. ونقلب ده اه. عرفت ليه يا مخرجنا يا جميل يا بتوع المدارس ليه مقطع العجينه، ليه مقطع الخبز اه؟ ونوزع الخبز ده كده معلش بمعلقه اه. حبيب هارتي اه يا ويلي اه. درجه حراره الفرن عندي 180، هنطلع اللحمه من الفرن وندخل الصينيه الشقيه. اطلقت ليه عليها شقيه؟ لان فيها كل المحتويات وكل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم على مراحل العمر. اه، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اه، تتكلم مصري. ايه رايك يا مخرجنا يا جميل؟ انت هتجيب ايه ولا ايه بس؟ الصوره الحلوه منين ولا منين؟ ايه الحلاوه؟ هو ده بقى ما اللي انا هاخده هنا بقى، ده الموضوع، الحدوته هنا والحكايه هنا في الموضوع ده، بس مش هعملها دلوقتي، خلينا ندخل الصينيه الفرن اهي. الصينيه اهي زي الفل، زي ما هي كده بقى بوصفات، في درجه حراره الفرن عندي 180 اهو. دي مكانها فين يا شفيق؟ بالله عليك لو هتقول لي مكانها فين، دي هتتلف لك تكاوي وخدمه التوصيل مجانا. لا، في الارضيه هو ده اهو اهو. يلا اهو دلعها اهو، النظره الاخيره لصينيه شقيه فيها البروتين، فيها النشويات، فيها الكربوهيدرات، فيها المعادن، فيها فيتامين سي. تعالوا مع بعض هنعمل ايه هنا؟ التركايه بتاع عينيه يا فندم، دقيقه واحده يا فندم. هنعمل ايه يا عم الشيف هنا؟ هنعمل ايه؟ التركايه بتاعت الشيف، هناخد البهريز اهو. بصوا ركزوا معايا عشان هي دي التركايه اهو 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 اهو. الله الله، الطشه والبهريز اللي نزل من اللحمه بيشارك وعضو اساسي وعامل اساسي للطشه بتاعت الايه؟ اه، زي الفل. خلونا نطلع فصل صغير ونقلب الخضره بتاعت القلقاس دي كده اهي اهي، خضره القلقاس اهي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ انا شميت ريحتها قبل ما احطها على القلقاس. خلونا نطلع فصل صغير، هنضرب دي في قلب الخلاط، ننزلها على القلقاس ونسقط عليها داوود باشا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. في تريكايه هنا لازم ما بخلش بيها على كل مشاهدينا وحبايبي اللي بيتابعوني واللي بيقولوا لي كلام حلو بيديني طاقه ايجابيه وبيخلوني طول الليل همي وراسي ان انا اعمل لكم حاجه جديده واسهل عليك المطبخ. ما جبناش حته لحمه بقى بعضناها وسلقناها وقعدنا جنبها لما تستوي، لا خالص، جبنا اللحمه المفرومه تبلناها وعملناها داوود باشا، حطينا معاها فلفله ملونه عشان يبقى شكلها حلو، وحطيناها في الفرن استوت. خدنا البيون والبهريز بتاعها، هنا اللطافه وهنا الجديد، خدنا كل ده يا عم الشيف وحطيناه فين؟ على السلق قبل الفاصل، فاكرين ولا افكركم؟ حلو، والسلق فين يا عم الشيف؟ في قلب الخلاطه اهو، بص عليه كده اهو اهو، لسه جايبينه جديد اهو. حلو الكلام، ما تضربوش وهو سخن، خلي بالك، مهم جدا. ليه يا عم الشيف؟ هيبوظ لك الخلاط وهتدعي عليا. ونجيب منين بعد كده؟ هنحط شويه ميه هنا ساقعين كده، البراد ده فيه ميه ساقعه على فكره، هو براد شاي اه بس الميه مش سخنه اهو. حلو الكلام، وهنقلبه كده مع بعض اهو، وضربه في قلب الخلاط. هنا الكفته بتاعتي على النار اه، ولازم تطحن ناعم اللي هي الايه؟ الخضره اهي 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 اهي، هو ده هو ده. خلص الكلام، نشيل دي كده، ابعديها عن متناول اليد، اللهم صل على النبي. ومعانا فص توم، ركزي بقى عشان هنا التركايه وهنا الجديد اهو. شوف انا هعمل ايه اهو 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 اهو. الله الله عليك يا شيف بوغازي، لما تشتغل بمزاج عالي وانت رايق اهو. معلقه سمنه صغيره او مكعب زبده زي ما انت عايزه، يا زبده يا سمنه. واستنى عليها هسه كده، هسه عينيا، حاضر عينيا، واخد فص توم كده
بيقولوا لي باقي لك 6 دقايق على الختام. انت طبعا في المطبخ معكيش بقى ليه لا الاخراج ولا البروديوسر ولا 5 دقايق ولا 10، مطبخ مطبخك انت مملكته، خلي بالك انت الاميره فيه، انت الملكه فيه، مفاتيح السعاده بتطلع من المطبخ، خلي بالك مش من عند الفكهاني ولا عند واحد بتاع تورته ولا محل حلويات، خش المطبخ اعمل اي حاجه حلوه، لو عملت له شويه قرع عسل في الفرن العب، هو ده. استنى على التومه كده في معلقه سمنه حلوه بس كده تاخد لون صغير، ركزي معايا، انا فرحان بالايه؟ الصينيه اللي فيها اللحمه المفرومه، ركزي معايا اهو اهو اهو، لسه لسه، يلا الاخراج زيزو العب، اهو هو ده هو ده، العب. ايه الجديد ده يا شيف؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ نقلب ده مع بعضه، سال مع لحمه مفرومه، لسه ما خلصتش. ده انا هقدمه في نفس الصينيه، والله والله في نفس الصينيه هيعجبكم قوي، زي ما هو كده. يلا التقديمه مغازي اهو، غلوه على النار ونجيب طبق التقديم كده اللطيف الحلو ده كده، الله، ونحطه هنا مع الرز الابيض، عدلها رز ابيض، عدل الحله دي والاكله دي شويه رز ابيض من ايدك الحلوين، رز مصري مش بسمتي عشان تكمل الحدوته، زي ما هي كده. يلا ناخد القلقاس بتاعنا، مش هنسقطه في الحله، هنعمل ايه يا عم الشيف؟ القلقاس اهو، بص على القلقاس بقى، بص على الحلاوه، ايه الحلاوه دي؟ الصينيه دي عامله مشكله الحله دي؟ مضايقاك يا زيزو، شيلها من هنا، يا ويلي، ده الجديد يا شيف، ده الجديد، والقلقاس مع الخضره، وانا عايز التفاصيل دي على فكره، مش هقلبه، انا زي ما هو كده، هسيبه اهو، هو غرقان في قلب الخضره، حد يلاقي الخضره وما يغرقش فيها؟ اهو، سل، كزبره خضراء، قليل من الشبت، خد البيون وخد الخبره الطهويه من اللحمه المفرومه، زي ما هو كده بألف هنا وشفا، حد عمل قلقاس زي ده قبل كده؟ ابدا، فلازم نسمع بصوت عالي وبثقه حقوق الطبع لدينا وبس، هناخده مع بعض كده ونقدمه مع الرز الابيض، نعم يا غالي، حاضر، هرفع لك شويه دلوقتي بالمغرفه وتشوفوا معانا خيط ولا مش خيط، لزج ولا مش لزج، فيه الماده المخاطيه ولا ما فيهاش؟ مش بقول لكم المخرج بيتشطر عليا؟ حاضر يا باشا، يلا، جاهز؟ جاهز بالكرين؟ جاهز بالكرين تشوف ان انا الشقاوه؟ الشوربه اهي، الشوربه بتاعت القلقاس اهي، يا فندم، يا فندم، يا فندم، اقول لك على حاجه حلوه، اقول لك على حاجه حلوه، وقولي لجيرانك وحبايبك خد شويه القلقاس دولت، اسمع كلامي يا عبده، هتعمل ايه؟ هنضربهم في قلب الخلاط شوربه القلقاس، يا ويلي، كاسه لطيفه جميله، خلي ده على جنب. كده خلص القلقاس، عدل رز بشعريه او رز ابيض، طبق سلطه بلدي حلو من خير ارضنا، القلقاس قبل وبعد، جيبوا لي يا شباب الصوره قبل وبعد. تعالوا نعمل مع بعض حلو الكاسات اللي هو البسكويت بالشوكولاته لاطفالنا الحلوين اللي انا بحبهم. نعمله ازاي؟ مقاديره على الشاشه يا استاذه رحاب بعد اذنك كده في السريع، نشوف نعمله مع بعض ازاي. معانا بسكويت، ونغير الجلافز بتاعنا ونغير البلانشه ونغير كل حاجه مكانه، ومعانا شوكولاته زي الفل، على النار هاديه، حلو الكلام. يلا سريعا كده نعمل الحلو. حاضر يا غالي، حاضر، عينيا، بيقول لي الصينيه اللي في الفرن، مخرج شاطر مش مركز في الصوره وبس، كمان في الفرن، شايفين الشوكولاته؟ الشوكولاته ساحت راحت مطرح ما راحت، بص عليها، الشوكولاته اهي، هرفع لك عليها دلوقتي، حمام، ساحت ازاي دي بقى؟ بتجيبي مكعب الشوكولاته اللي هو الخام، بتحطيه مع شويه حليب ومكعبين زبده وفي حمام مائي، دي حله فيها مي. حاضر حاضر اهو، حالا اهو، عينيا اهو، حاضر يا غالي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الشوكولاته اهي اهي، قطعت ليه؟ الله على الريحه الحلوه بتاعتها، يا سلام بقى، كوبايه قهوه كده وعليها شويه شوكولاته، كيكه حلوه وعليها شويه شوكولاته، حلو، نشيل الشوكولاته دي كده ونخليها على جنب، حلو قوي. تعال الكاسات، انا هبدا اشتغل في الكاسات دي كده مع نفسي لغايه لما تقول لي وقتك خلص يا مغازي، وادي الكاسات بتاعتنا، ونشوف الحلو ده هنعمله مع بعض ازاي، اللهم صل على النبي، ونستعد كده. حاضر، هطلع الصينيه من الفرن الاول، حاضر يا غالي، عشان لما تقطع عليا يبقى انا ايه جاهز. طب بص عليها وهي في الفرن كده وصلي على الحبيب قلبك يطيب، يلا بص عليها كده نظره الحب قبل ما تطلع من الفرن، اللهم صل على النبي. تعالوا مع بعض
ايه الصوره الحلوه دي من داخل الفرن؟ احنا بيهمنا الكرين يروح مطرح ما يروح. اه تعالوا نطلعها مع بعض، هنحطها هنا. اللهم صل على النبي، مكانها هنا. يلا، صينيه شعيه فيها بروتين حيواني اللي هو البيض والجبنه، فيها خضروات فيتامين سي، الفلفله الملونه فيتامين سي، فيها كزبره وفليفر وبصل وتوم. يا ويلي يا ويلي على الصينيه الحلوه دي، يا ويلي يا ويلي. دلعها بالله عليك يا شفيق، بالله عليك، انت بتحبينا انا عارف، ده اختراع. حلو قوي. تعالوا مع بعض نعمل الكاسات سريعا كده. اللهم صل على النبي. واحنا شغالين كده مع بعض، مهلبيه معانا، ايه الحلاوه دي؟ شيل البصل ده من هنا. يلا وادي الكاسات، بناخد كده شويه. شفت انا بعمل ايه اهو؟ حلو. عندك البنوته يوم اجازه من المدارس، خلاص ذاكرت دروسها، تعالي ساعديني في المطبخ، اشغليها بدل ما هي قاعده على التليفون. عندك صبي حلو كده بيحب المطبخ، طموحه يبقى زي الشيف المغازي، اشغليه ما تخليش يقعد على التليفون. وتقول له تعالى ساعدني كسر البسكويت، انت عضلاتك حلوه، تعالى يا واد كسر البسكويت كده، يفرح الواد. دي كلها حاجات بسيطه وسهله. حلو. طب ناخد المهلبيه. يا ويل يا ويل يا ويل. ودي كمان. حلو. سخنه ولا بارده؟ دافيه، مش لازم. بيقولوا لي المهلبيه اللي نازله دي دافيه عشان ما تسيحش البسكويت جامد، عايز احس بالجرشه وانا باكل البسكويت. اللهم صل على النبي. حاضر، عينيا. غير لي نقطه الشوكولاته اللي وايد دي. يابا. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بقى طبعا هتعمليه بالتاكيد احسن مني، وانا واثق من الكلام ده. ليه بقى؟ تعملي لجوزك، لولادك، لمامتك، لحماتك. جابت لك الراجل الطيب اللي جاب لك البسكويت وجاب لك الشوكولا. يا شوكولاته. كل ده مع بعض. حلو قوي. وده بسكويت، دي اسمها كاسات البسكويت بالشوكولاته. حلو، بثلاثه تعريفه. عينيا يا فندم. حاضر. ناخد الشوكولاته اللي سايحه معانا. هو ده الكلام. يلا بقى دلعني يا شفيق. شوف الشوكولاته وهي نازله على الكاسات. بتغني. يا ويلي. الحلويات بتاعتنا اسمها كاسات البسكويت بالشوكولا، والشوكولاته دي شوكولاته غامقه، يعني نسبه السكريات فيها قليله جدا. لطيفه، مفيش منها مشاكل. وعملنا صينيه القلقاس جامده جدا، خبره طهويه، بساطه، سهوله. المغازي عملنا صينيه رقاق بخبز المرجوج او خبز الشراك عشان اللي بيتابعونا في الخليج، ده له مسميات كتيرة. عملناه بالجبنة القريش بتاعت الريف المصري والصعيد المصري، ولكن بخبرة طهوية مصرية. رؤية، فن، إبداع، إيه الحلاوة دي؟ الكلام ده بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.